سلمى، من بعد ما تابعنا هالمشاهد ضمن فقرتنا رح نتعرف على الفنان الشاب يامن الفيومي ونحكي عن الهيبة العودة يلي عم بتشكل حالة جدلية وصدى مهم. صباح الخير يامن، وأهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. يسعد صباحكم جميعا، رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير وللسادة المشاهدين. يسعد صباحك يامن، اهلا وسهلا فيك بصباحنا غير لليوم. الله يسلمك، يسعد يعني صباحك. يامن، رح نبلش من الصدى الاخير، الهيبه العوده الجزء الثاني. خلينا نحكي عن هي المشاركه. هو دور يمكن قليل بالوقت ولكن عمل صدى كتير كبير ليامن. نحكي عن هي المشاركه. هلا طبعا الهيبه حققنا نجاح جماهيري بجزءه الاول، بجزءه الثاني توسع هذا الانتشار وتكرس اكثر. هلا شخصية عادل شيخ الجبل كانت الحاضرة الغايبة بالجزء الأول، يعني إذا بدك أقول دائما الشخصية اللي محرك بينحكى أساسي. عنها طول تمام. الوقت هي بتترسخ بذهن المشاهد وبيتخيل عنها تصرفات وشغلات معينة، فأنا ما بعرف قد إيه قدرت أحقق هذا التخيل بذهن المشاهد بالجزء الثاني. يعني شوفوا هلا من لحم ودم عم ياكل، عم يشرب، عم يتحرك، هيك شكله كيف بيحكي. فيا رب كنت توفقت يا رب. إن شاء الله يا رب، بدنا نتمنى لك كل التوفيق. حبيبي يا يامن، إنك تدخل بموسم ثاني على عمل، هل هذا الشيء شكل عندك تحدي بالنجاح؟ كيف كان شعورك؟ هلا ليكي لقلك شغله، دائما انت وقت تروحي على مشروع محقق انتشار جماهيري كبير دائما بيكون عندك هذا التخوف، هذا الاحساس مسؤولية. بالمسؤوليه طول الوقت. فيعني انا حاولت اني خفف هذا الستريس احيانا بيكون عندك وانت دائما ضمن مجموعه وكاميرا احترافيه مع الاستاذ سامر برقاوي، نجوم مثل الاستاذ تيم حسن، مدام منى واصف، والجروب العمل كامل. فكانت صعوبه اني احقق هذا التوازن، لاني انا يعني عمليا ما كنت موجود بالجزء الاول، هن كانوا في شخصياتهم مرسومه، بيعرفوا وين التوجه ولوين رايحين. ف بمساعده الاستاذ سامر قدرت هيك حقق هي التوليفه اللي تقدمت بالشخصيه. يعني مثل ما تابعنا وقلت انت بالجزء الاول، كنا رسمنا صوره معينه عن عادل، تصرفات عادل، هذا الشاب او الاخ اللي سافر لبرا واختار تمام طريق صح. تاني. يمكن تفاجئنا شوي لما شفنا الشخصيه كيف طريقه تفكيرها، واجت مبرره لغياب عادل، انه هذا الشخص كيف عم بيفكر. كيف قدرت تنقل هي مثل ما ليكي هلا بنقول انا نعملها من ورق للحم ودم يعني. اي تمام. هلا اول شيء انا حاولت اني اتفرد شوي بقصه انه هو المتعلم الوحيد في العائله هي، فهو دارس حقوق. حاولت اكسر المألوف فيها، يعني حاول انه يكون هو اقل، يعني فيني اسميه اهدى اروق، بفكر قبل ما يتصرف، ابن مدينه. يعني هو رايح هيك بتحسيه احساسه احساس ابن مدينه. حتى الاب وقت يقول للام بمشهد معين بيقول لها عادل صار ابن مدينه، يعني ما عاد يشبهنا تصرفاته. فحاولت روح لهذا الاختلاف، روح لهذا التوجه اللي فيه حساسيه اعلى، يعني من اني اعمل الكاركتر العالي المطروق اللي هو دائما ضويج، هو دائما انك تتوقع شو راح يعمل. فبمشهد الاكل بالمعكرونه اذا بتتذكروه، ما حدا كان متخيل ابدا ياكل انه مكرونه يروح راح يعمل يقتل جريمه تماما. قتل يعني. فهذا الشكر للاستاذ سامر برقاوي، قدمه بهي الطريقه الراقيه جدا. أكيد يامن، الهيبة شكل جدلية وسط الجمهور. يمكن في حركة صارت إنه بدل ما نمشي رجعنا رجعنا لورا، بالأحداث، يمكن كسر هيدي المألوف، هي تماما القصة. هي الشيء كان مفاجأة للجمهور وكان غير متوقع. تمام. برأيك هذا السبب اللي سبب جدلية أو لقيمة العمل الدرامي وقدرة تأثيره على الجمهور؟ ليكي هلا الهيبه بالجزء الاول هو اثر بالناس اكيد، عمل نسبه مشاهده عاليه، فتعي نروح لمكان يعني يكسر المألوف. يعني دائما الناس رح تتوقع انه جزء ثاني، يلا معناتها هو رح يكون زائد واحد عن الجزء الاول. تماما. فراح الاستاذ سامر والشركه والاساتذه الفنانين لخيار انه لا تعالوا نروح نرجع لورا تماما، ناقص 30، فخلى العالم تعمل اوكي صار في شيء جديد. كلنا عملنا طبعا، لازم احنا لازم نحاول ونقدم دائما طروحات جديده، دائما نروح لاماكن انت ما ممكن تتخيليها او تتوقعيها حتى.
فهذا الشيء بيعمل لك تميز. أكيد. خفت لما كان المشهد الأول بافتتاحية العمل هو عودة عادل؟ جدا كان عندي تخوف لأنه منه يعني المشهد. أنت عم ناس ناطرة المشهد الأول من هذا المسلسل، تمام، وأنت أطلعت الشخصية بالزبط. تماما، وأنت أطلعت بهذا المشهد، كان عندي تخوف أصعب منه، وخاصة أنه في حالة تصاعدية المشهد، في 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 أحاسيس عالية، في مواجهة بين الأخين، في شخصية عم تشوف هلأ وبجزء تاني وعم تشتغلي مع تيم حسن، مع حفظ الألقاب الأستاذ تيم حسن، يعني دائما في عندك حالة قلق أنه في نقول أنه هو وحش تمثيل، فأنت كممثل بتصيري بدي حاول أني كون بهذا المشهد حاضر جدا. وناهيك عن هو افتتاح العمل بعمل مثل الهيبة، فدائما بعندك بتكون انه هذا المشهد بالذات دائما انت بتقري الدور بيطلع عندك مشهد هاد كثير هيك هاد اللي بيعمل لك هيك بيخليك تدقري انه تصفني فيه للمشهد وقت طويل. فهذا المشهد تقريبا فيك تقولي من اول ما قريت الدور لحتى خلصت تصوير طول الوقت انا عم اقوله، يعني صار خلص جزء مني ما عاد قدرت انساه، يعني هلا فيني اقول المشهد كله لهي المرحله حاضر فيه من كثر ما تبنيته جدا، يعني للمشهد حلو، المشهد جدا حساس جدا حبيته جدا. هو هيك يا عمان، يعني الهيبة حقق نجاح بالجزء الأول ودفع العالم لمتابعته بالجزء الثاني، حتى شفنا بعض العالم عم تتقمص شخصيات المسلسل، قديش مأثر فيهم لدرجة أنه الشباب صارت تتقمص شخصياته للهيبة، طبعا هذا دليل نجاح. شو رأيك بنسبة المتابعة؟ شو رأيك بتقمص الشخصيات؟ صار كله جبال كله بيقلد القصة، بيقلد الحكي، بيقلد التيمات. دائما لحنا ولحنا صغار إذا بدك بنتأثر بشخصيات كرتونية، بنكبر شوي بنتأثر بشخصيات بمسلسل، بنكبر أكثر بنشوف فيلم بنتأثر فيه، بس مهم نتأثر فيه صح، نتأثر بتصرفاته الإيجابية. أوكي ما عندي مشكلة إنه دائما في شاب هيك حابب ممثل، بحب شكله، بحب القصة، حب تأثر بهذا الكاركتر اللي قدمه، عمل هاي القصة، عمل هاي اللبسة، صار يحكي التيمات اللي عم ينحكى بالمسلسل، أوكي يعني حالة ظريفة لطيفة، يعني بتحسي الناس قد هي عم تتفاعل مع العمل، هذا شيء مطلوب جدا، ولكن نتأثر بشكل إيجابي فقط. يعني دائما في المادة الدرامية بتقدم لك أحيانا عبرة، ممكن في شخصيات أكيد أخطئ، ما ضروري احنا نخطئ نفس الخطا، لا، نتعلم من خطا الشخصيه وما نرتكبه احنا بالحياه. هي الفكره، بتمنى التاثر دائما يكون ايجابي. اكيد دائما نحن بنتمنى هذا الشيء، وبنقول يعني حتى لما بنتوجه بعين النقد او شيء للدراما هو لانه بنعرف انه هي بالنهايه عم تعمل تاثير على المجتمع. أكيد. بشكل كبير جداً. يعني اليوم يامن بعيدا عن الهيبه في مشوار طويل بين الدراما الاجتماعيه، دراما البيئه الشاميه، وين لقيت نفسك بيناتهم؟ يعني لك على هو المشروع، على هو انه وقت يكون عندك نص جيد، مخرج جيد، أكيد جيد، فحتما المشروع ممكن يكون ما إلا أنه يكون عمل جيد. فيعني ما في مكان معين ممكن أنت تفضليه عن الآخر، مهم يكون في مادة فنية جيدة تتقدم بشكل لائق، فأكيد رح يكون جزء منها طبعا. نعم يامن، دائما الإنسان يلي بيحب عمل معين أبدع فيه. طبعا أنت درست وتعبت، ولكن كنت تمتلك الموهبة من عمر 14 سنة. احكي لنا شوي شو اللي خلاك تحب التمثيل؟ كنت تتفرج على تلفزيون وتحب تمثل أو في شيء تاني؟ هي بتشبه تأثر العالم بشخصية جبل. حلو. أي أنا كان عندي عشق لأفلام السينما، فكان يعني عزلة، خلصت مدرستي بروح بقعد بغرفتي بحط، كان الفيديو وبعدين صار السي دي، حط فيلم. كنت على ايام الفيديو؟ اي لكان طبعا صغير كبير يا حط الفيلم روح بصير بغير كوكب، بروح بالفيلم جدا. فعلى تكرار الايام تكرار الايام تكرار الايام من كثر تاثري جدا صرت يخلص الفيلم ضل ساكت شي ساعه، بعدين ما تطلع على المرايه بعدين
تماما. اي ضل صافي شي ساعه، بعدين صرت اتاثر في بالشخصيات اللي بتتقدم بشكل بيعني لي، فبلشت اني اقلد الشخصيه، كسرت حواجز، صرت اقلدهم قدام اهلي، فحس انه في بسمه، في اعجاب لحظه هيك، اما حبيت. وقت تحبي بتتبني، بس تتبني بصير عندك هذا الشغف، فخلص انه انا رح خلص دراستي وبدي ادرس تمثيل فقط. يعني يمكن صار عندي وضوح بعمر ال 15 16، اتكون شو بدي. يعني دائما الشاب بهي الفتره بيكون لسه ضايع مشتت، ما بيعرف وين بده يكون، هون مهندس دكتور، لا انا مو هون. فجاه بيكتشف انه لا انا هذا المكان. انت فورا حددت انه انت بدك تعمل هلا ما بعرف اذا شيء قدري الهي فقط، بس انا جدا يعني كنت شغوف بهذا المكان، فمن كثر التاثر خلص ما عاد شفت، صار عندي صندوق هيك فقط عم شوف انه انا لازم اكون هون هون هون، ما بقدر لا روح يمين ولا شمال، فقط هيك توجه. لحتى وصلنا لتياترو، معهد لا قدمت على معهد تياترو الفنون الاداء المسرحي، درست هنيك مسرح، بلشت اكتشف شو يعني هذا العالم، شو يعني هاي العوالم، ممتع جدا، صعب جدا، وبيكون دائما انت وقت تتاثري بشيء ما عندك اطلاع عام، يعني انه انا ما انا بدي اعمل حيوان ليه، هذا تمرين، بدي اعمل انا موقف محرج، لا بدي اعمل شخصيه بمسرحيه عربيه بمسرحيه عالميه، بلش تتكون عندك الفكره شوي شوي شوي، فلحتى تلقطي ادواتك تنسقي الشخصيه تماما، تكسري حواجز حالك، تشوفي انت اوكي بلشت تشوفه. ودائما الممثل هلا بعد التخرج بعد الفترات الطويله مهنه التمثيل ما بتخلص، دائما بتكتشفي شغلات جديده، ممكن بالناس، ممكن بحالك، ممكن مراقبه الاخر، دائما بتشوفي شغلات انت هلا عم تكتشفيها. فانا برايي ضروري جدا للممثل انه يراقب، يقرا، يشوف، لتطوير الذات، تطوير الادوات، وبيقدم لك نوع من الاجتهاد بالماده الدراميه السينمائيه ولا المسرحيه. اكيد نعم. يعني يا من دائما بنشوف عالم جديدة عم تطلع على الساحة الفنية، ضروري جدا أكيد، ووجوه شابة ووجوه خلي العالم كمان تغير، تشوف شيء جديد، بس ما عم نشوفهم عم ياخدوا أدوار، عم يضلوا بالأدوار الثانوية. برأيك هو سبب الانتقاء ولا عملية اختيار، ولا هنن حابين يضلوا بهذا الريتم ليحسوا حالهم هنن صاروا جاهزين لياخذوا؟ لا لا، هذا القرار مو قرار ممثل أو قرار شخصي، هو القرار دائما بيجي بآلية العمل عامة، ما فيني عمم الأشخاص، في أشخاص أخذوا مساحات جيدة وفي أشخاص لسه ويستحقوا، بس هي الآلية فرص. العمل عندنا للأسف هي ما لها صناعة فيها إتوزيت، فيها واحد اختصاصات واحد اثنين ثلاثة، دائما في حالة عشوائية أحيانا باختيار العمل، لاختيار المخرج، لاختيار الممثلين، لاختيار النص. هي المشكلة بقلة الأعمال أولا بهي السنتين اللي مرقوا، والنوعية أقل، يعني احنا دائما كان في عنا بتلاقي 5 6 أعمال ذو قيمة، هلأ ممكن تلاقي عملين، يعني للأسف هذا الحكي، فهذا بيأثر على الفرص. يعني أنت عندك 10 مسلسلات 15 مسلسل، فحيقل الفرص. ناهيك عن نقطة تانية، أنه لحنا للأسف كمان عم نروح للقوالب الجاهزة، يعني طول الوقت لحنا أنه خليني بهذا الممثل، أنا بعرفه شاغل معه، خليني مرتاح معه، ما عنده قدرة أنه يجرب للأسف. ليه؟ طاع تفضل، في عندك هذا النجم الشاب الصغير الممثل ممكن يكون بيطير العال، ممكن تصنع منه نجم بعدين. يعني في فكرة أنه في شيء بيخلص، يعني دائما أنت عندك 10 أسماء رح تستمر، بس في شيء له علاقة بالفئة العمرية، يعني أنت هذا الممثل رح يكبر، ما بدك بديل له؟ يعني إذا بدي يضرب مثل بمصر، في عندهم كل سنة تقريبا 10 وجوه جديدة بين بنات وشباب عم يقدموا نتائج كويسة،
تعوا تفضلوا وبعد نعمل سنوات هي عم بيصيروا هن يتصدروا ويصيروا النجوم. هي الفكره انه صناعه المسلسلات الجديده. تمام. يعني مثل ما حكيت يامن كمان بتلعب دور هي توليفه الاعمال بشكل عام، يعني في اعمال بتشوفها بتقول هي اكيد المخرج كذا والكاتب كذا، بتحس صار في نوع من خلينا نقول شلليه بالعمل مفيده. اوكي انا ما عندي مشكله مع الشلليه ما بس ما فيني اعمم، يعني هن حالات، في حالات هيك وفي حالات هيك، بس قل الحالات الايجابيه. بس الشلليه هي احيانا ما لها تاثير سلبي، ممكن تكون تاثيرها ايجابي تماما. بس الطعمي يعني بهي الشله الطعمي دائما بشخصيتين ثلاثه جديده. اوكي بتصير الشله بتكبر تتوسع، هي الشله اللي عم تتوسع ممكن انت يكون في مخرج اخر او كاتب اخر او شركه انتاج مو منتبه على الشخصين اللي فاتوا على هي الشله اللي هي مضوايه، يسلط الضوء عليها أكبر. يروح للمخرج يقول المخرج هي الممثل ظريف هذا بدي اياه شايفه بهذا الدور، هي الشركه اوكي خلونا نعمل منه نجم. إيه هذا لازم يصير، هاي الصناعة الحقيقية. تمام. عرفتي؟ فالشلالية أنا برأيي هي أحيانا ما بتكون سلبية، بالعكس بتكون إيجابية. نعم، يعني يامن درست مسرح، شفناك بأعمال درامية وأيضا سينما. هي حلم السينما، هي حلم كان لك متعة ومتعة أيضا لعشاق التمثيل. تماما. خلينا نحكي عن تجربتك يمكن مع المخرج الأستاذ أحمد إبراهيم وجود سعيد. كان عندي تجربة مع الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد بفيلم قصير الرجل الذي صنع فيلمان، ومع الأستاذ جود سعيد وجه لهم تحية رجل ثلاثة أيام. نعم طبعا السينما مغرية جدا لأي ممثل، يعني متعة أنك تشتغلي سينما بتكون فيها حرفية عالية جدا، فيها وقت تاخدي فيه تشتغلي على الشخصية، بروفات طاولة، ممكن تصوري أنت أحيانا مشهد واحد، لقطة واحدة، لقطتين، فأنت توجهك وشغلك وإحساسك موجه بس بيوم هذا التصوير على هاي اللقطة على هذا المشهد، فبيكون نسبة التركيز والحساسية أعلى جدا بالسينما. وناهيك عن أنه ممكن تشوفي نتاجك على شاشة عرض كبيرة، يعني أنت ممكن تشوفي الكلوز وبحضور طبعا وأنت عم تواجه الجمهور، يعني شيء بيشبه المسرح، يعني أنت وقت يكون في افتتاح فيلم سينما وتلاقي قاعدين إحنا هيك عم نشوف النتاج، فالممثلين بيطلعوا بيواجهوا الجمهور أحيانا بمؤتمر صحفي بيقدموا الفيلم، فهذا الإحساس جدا هيك أنا جربته برجل وثلاثة أيام، بيعمل لك دقة قلب وقشعريرة يعني جدا مهمة. يعني يا رب هلا في 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 تكون في عندنا مشاريع سينمائية جيدة، بتمنى أن يكون جزء من الناس إن شاء الله يا رب. يعني يامن من المثنى صبح والوقوف معه بجلسات نسائية لليوم للأستاذ سامر برقاوي والهيبة فترة طويلة وأدوار اجتماعية متنوعة، حتى تنقلت مع إدارة مخرجين متنوعين بكل الأعمال اللي اشتغلتها. قديه بتشوف هذا الشيء بيفيد الفنان وخصوصا ببداياته أنه هو يروح ويكون مع عدة مخرجين كلهم مخرجين كبار مع حفظ الألقاب والتحية لهم؟ أكيد أكيد، يعني الحمد لله كان في إلي شرف كبير أني اشتغلت مع عدد من المخرجين لا بأس بعددهم، فكانت التجربة الأولى مع الأستاذ مصنع الصبح تجربة جدا مهمة وتعني لي، لأنه هي كانت أول مرة بوقف قدام كاميرا، فكنت عم بحاول أني ألقط حساسيتها. كان كتير الأستاذ مصنع عم يداريني فيني أقول يعني أنه تعلمت من هاي التجربة شو يعني كاميرا، شو يعني تصوير تلفزيوني، لأن أنا دارس مسرح عمليا، فاكتشفت هذا العالم عالم التلفزيون. فبعدها رجعت اشتغلت مع الأستاذ مصنع، كان فيها حالة نضوج أكبر بـ 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 بإحساسي مع تعاملي مع الكاميرا. بعدين قطعت مرحلة هيك اشتغلت مع عدد من المخرجين اللي بكن لهم كل احترام لنقطة أنا كتير بحبها، هي العمل مع الأستاذ حاتم علي بالعراب تحت الحزام، كانت نقطة جدا محورية بحياتي، لأنه أنا كان أول مرة بعمل عمل فيني أقول
في عدد نجوم كتير مثل الأستاذ حاتم علي، عنده أيقونات تلفزيونية أنا ربيان عليها. يعني أنا كنت أنا صغير أشوف الزير سالم، ولا أشوف الأندلسيات، ولا أشوف أحلام كبيرة، فإحساسي كان إحساس عم بتفرج عليه للأستاذ حاتم. يعني أنا طول الوقت عم بتفرج عليه، ما عرفتي، فكتير هو أنا بتأثر بنتائجه جدا. فهي التجربة ودتني على شبابيك، فهون تعرفت على الأستاذ سامر، فكانت تجربة جدا حميمية. الأستاذ سامر حدا مخرج هني جدا، بيمشي مع على إحساس الممثل بتكات تكات هيك بتحسيها يعني. فاستمتعت جدا بهي التجربة. اجت الهيبة فقدم لي ثقة، وفيني أقول قدم لي فرصة يعني فوت على كل بيوت العربية، يعني فتت طبعا على كل بيت. جدا شاكر هاي التجربة، يا رب كون يعني هاي النتائج وهي المسيرة الصغيرة اللي لسه عم بتعلم منها، ولسه في كتير شغلات لقدام، قدرت حقق هيك طلة لطيفة جيدة و إن شاء الله يا رب ورواق تكون إن شاء الله. يا حبيبتي هلا بدنا نحكي بالختام عن مشاريعك المستقبلية، شو ناوي تعمل من بعد هالتجربة؟ يمكن هلا شفت هيك نتائج من خلال الجمهور، تفاعل الجمهور، صار فيك ترسم شيء ببالك، شو اللي راسمه؟ هلا أكيد في شيء بيرسم بي 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 بذهن الممثل، بذهني أنا كيامن، في خط هيك حابب إني أمشي فيه واستمر فيه. هلا في مشروع لسه ما صار بشكل رسمي، ممكن بعد العيد يتبلور اكثر، ف اذا صار في شيء رسمي اكيد رح اخبركم اول باول. الخطوات رح تكون مدروسه اكثر، الخيار الفني يكون شرط اول. ادوارك يعني طبعا هذا الشرط الفني لازم يكون، يعني انا بتمنى اني اقدر اكون بظرف عليه فني جيد، من نصا لانتاجا لاخراجا، ويظرف دور يعني يغريني اقدر أكيد اني روح فيه مثل ما رحت بعادل شيخ الجبل. بعادل يعني دائما الممثل بيكون في عنده دور ناطره، يعني بيقول انه انا مستني هذا الدور تمام، الا ما يجيني مكتوب بالنص او حدا يشوفني فيه تمام. في هيك دور ناطره يعني بتحس انه انا لسه ما لعبته هذا الدور، ما اخذت هالمساحه. ما في دور، في ادوار ممكن ان يكون جزء منها. يعني دائما انت في 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 عوالم بتحبي انك تقتحميها، تفوتي بعوالمها، ان كان عشوائيات ولا ان كان في دراما اجتماعيه ولا حتى تاريخي، كوميديا. كوميديا ما بعرف يعني، هي بدها يعني مخرج اللي تفضل تعال لا تخاف من الكوميديا. انا عندي دائما خوف من الكوميديا، لانه هي انك تخلقي بسمه للمتلقي شغله كثير صعبه، ما لها سهله ابدا. وبتعتمد على الكاركتر احيانا يعني. ايه تماما، لا الكاركتر الخارجي بس بده شيء داخلي تتبني لحتى تقدري يوصل للناس. انا عندي تخوف من الكوميديا جدا، بدي يعني سلم نفسي لمخرج اللي لا تخاف رح نعمل كوميديا رايقه وحلوه. يعني بتمنى اني اقدر اكون جزء منها بمشروع كوميدي مستقبلي. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اكيد بدنا نشكرك يا يامن على وجودك معنا لليوم، نتمنى لك كل التوفيق الهيبه العوده وما بعد ان شاء الله. شكرا كثير لك. تسلمي. شكرا لك. شكرا لكم. كنت سعيد جدا بهذا الحوار، كنت سعيد جدا اني طليت على الناس عبر الاخباريه السوريه. كل عام وانتم بخير، يا رب كنت خفيف الظل. أكيد أهلا وسهلا فيك وتشرفنا بلقائك. خلي لي إياك. تسلميني. كل عام وأنت بخير.